هل ممكن تبقى دحيح قراية حتى لو انت اصلا بتكرهها؟ انا برضو كنت من الناس اللي ما عندهاش تقل خالص على القراية. كبيري ان انا اقرا بوست طويل شوية على الفيسبوك، وفي غالبية الوقت كنت بسيبه في نصه، يعني ما بكملوش للاخر. لكن حاجة واحدة عملتها خلتني دخلت في مجال القراية، وبعد ما دخلت فيه انا حاليا يعني بقرا بمعدل 6 كتب في الشهر تقريبا، وبالمعدل ده انا اعتبر من 5% المميزين في موضوع القراية ده في العالم. هي حاجة بسيطة جدا لدرجة ان انت ممكن تشوفها حاجة تافهة، لكن بصراحة هي كان ليها اثر في حياتي وهتبقى ليها اثر ان شاء الله في حياتك انت كمان. هيجيلك في وقت كده هتلاقي الكهرباء قطعت، الانترنت فصل، تيجي تفتح الموبايل مفيش انترنت، الموبايل في منتهى الملل. هتبص جنبك شمال ويمين، هتدور على اي حاجة تعملها، هتلاقي جنبك كتاب. بمجرد ما تلاقي جنبك الكتاب وتبدأ تفتح اول صفحات وتقرأ صفحة في التانية في التالتة، والكهرباء هتيجي وهيرجع لك الانترنت، هتلاقي نفسك حابب تكمل. ولو ما كملتش هتلاقي نفسك بترجع للكتاب ده تاني، وهتلاقي نفسك خلصت الكتاب، وكتاب هيجر كتاب هيجر كتاب هيجر كتاب. المهم ان الكتاب اصلا يكون موجود ومتوفر. في تجربة اتعملت ويمكن اعدها تاني بشكل مختلف، احمد الشقيري في برنامج خواطر قبل كده، حاجة كده بتدوس عليها تتكهرب، وجاب مجموعة من الشباب ووزعهم كل واحد في اوضة وقال لهم انتوا هتقعدوا لمدة 12 ساعة جوه الاوضة دي، وحط لهم الحاجة اللي بتكهرب دي جنبهم. مستحيل اجرب. تخيل ان بعد عدد من الساعات من كتر الملل اللي هم بيشعروا بيه، واحد منهم بعد تلت ساعة بس بدأ ان هو يدوس على الجهاز ده ويتكهرب. يعني جهاز، تخيل انت بتدوس على حاجة بتكهربك وانت عارف انها هتكهربك، ومع ذلك بتدوس عليها بسبب الملل. فاكيد الكتاب عمره ما هيوصل لمرحلة الحاجة اللي بتكهربك، فانت اول ما هتشعر بالملل هتلاقي نفسك بتدور على الحاجات اللي حواليك اللي ممكن تعملها، فهتلاقي الكتاب. انا شخصيا حبي للقراءة بدأ بان انا اشتريت مجموعة كبيرة من الكتب، تقريبا كانوا 20 كتاب، وحطيتهم في المكان اللي انا عادة بشتغل فيه. بعد فترة قليلة، بعد اسبوع، خلال اسبوع كنت قريت اول كتاب، وكنت قريته برضو بنفس الطريقة، الكهرباء قطعت والكمبيوتر وقف والانترنت وقف، فانا ما قداميش حاجة اعملها، فبصيت حواليا لقيت كتاب، فبدأت ان انا اقرأ فيه. كتاب جاب كتاب جاب كتاب، دلوقتي انا بقيت من عشاق القراءة. وطبعا كانت نتيجة طبيعية بعد كده ان انا اشتري المكتبة اللي ورايا دي، ودي من الحاجات كمان اللي خلت عيلتي كمان يبدأوا يقروا. فمختصر الكلام ومختصر النصيحة دي، عشان تبدأ في القراءة اصلا اشتري مجموعة للكتب وخليهم في الاماكن اللي انت عادة بتقعد فيها، بس اهتم وانت بتشتري الكتب انك تشتري الحاجة اللي انت بتحبها، المجال اللي انت بتحبه. مثلا انا كنت بحب مجال علم النفس، فلما ابتديت اشتري كتب لاول مرة اشتريتها كلها ليها علاقة بعلم النفس. انت كمان ممكن تكون بتحب الاقتصاد، ممكن تكون بتحب التجارة، ممكن تكون بتحب القصص والروايات، ابدأ يا سيدي حتى لو بقصص وروايات، هتجيلك الفرصة انك تقرأ، واول ما تقرأ هتلاقي نفسك بعد كده حبيت ان انت تستزيد من القرايه. برضو على الهامش في حاجه مهمه جدا، قبل ما تخلص مجموعه الكتب اللي عندك حاول ان انت تكون شاري مجموعه جديده، عشان ما تديش نفسك فرصه لانك تقعد فتره ما فيش شغف تجاه القرايه، لان طول ما في كتب جديده فانت هيكون عندك شغف. عارف انت لما تكون بتلعب رياضه بصفه مستمره، لو قعدت فتره ما تلعبش هتلاقي نفسك بعد كده في صعوبه انك ترجع، لكن طول ما انت بتلعب رياضه كل يوم الموضوع هيكون سهل عليك جدا ان انت تنزل تتدرب كل يوم. اول ما تنقطع فتره بيحصل زي دروب، بتبدا تكون عايز تبدا كانك بتبدا من البدايه خالص. حاجه كمان مهمه هقولها لك على هامش الفيديو ده، ان وانت بتشتري كتب ما تشتريش كتب وخلاص، اشتري الكتب اللي هتستفيد منها، شوف ريفيوهات الاول عن افضل الكتب في المجال اللي انت بتحبه. ممكن تدخل على امازون وتبدا تشوف التقييمات واختار الكتب اللي تقييماتها عاليه، وبعدين لما توصل بقى وتقرر انك هتشتري الكتاب، اول حاجه تعملها ان انت تفتح الفهرس بتاع الكتاب. طبعا عنوان الكتاب بيكون ممكن يكون ملفت جدا، ولكن محتوى الكتاب ممكن ما يكون مختلف خالص. فانت تعمل ايه؟ تفتح الفهرس وتبدأ تتصفح الفهرس. الفهرس هيديلك صورة كاملة وشاملة عن الكتاب، فطبعا هيكون سهل بالنسبة لك قرار انك تشتريه ولا لا، او هيكون سهل بالنسبة لك تعرف هل الكتاب هيكون مفيد ليك ولا لا. في النهاية اتمنى ان الفيديو ده يكون كان مفيد، وانتظروني ان شاء الله في مراجعة الكتاب ده، لانه من افضل الكتب اللي انا قريتها مؤخرا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.